السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فقط أريد تهنئة الشعب المغربي والشعوب العربية، لأنني عندي يعني مشاهدين في العديد من الدول العربية، فأريد فقط تهنئة جميع المغاربة بتأهل المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا 2018. فهذا إنجاز كبير كبير جدا بالنسبة للمغاربة بعد انتظار دام 20 سنة. فتهنئة مرة أخرى من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى جميع الشعب المغربي، قاطبة من طنجة إلى القويرة. تهنئة أخرى إلى الفرق العربية التي تأهلت إلى المونديال، وهذا إنجاز كبير كذلك، لأن تعودنا دائما أن نصل إلى المونديال مثلا فريق عربي والباقي فرق إفريقية. فهذه السنة الحمد لله لاحظنا تأهل كل من المملكة العربية السعودية، المنتخب المغربي، المنتخب التونسي والمنتخب المصري. فهنيئا لجميع من تأهل إلى المونديال القادم، وحظ سعيد، ونتمنى كمغربي أن تكون هذه هي البداية لتأسيس فريق قوي يعني يسيطر على الساحة الإفريقية أو الساحة العالمية، لما لا، حتى نرد أمجاد الكرة المغربية التي فقدناها تقريبا هذه قرابة 20 سنة. كما لاحظنا تأهل المنتخب المصري الذي تعود آخر مشاركة للمنتخب المصري إلى سنة 1990، لكن مع جيل محمد صلاح عادت أمجاد الكرة المصرية مرة أخرى. فمرة أخرى نتمنى حظ سعيد للدول العربية كما قلت، وهارد لك يعني مثلا دولة الجزائر التي تم إقصاؤها في هذه الإقصائيات، رغم أنها عندها منتخب قوي، لكن هذا هو عالم الكرة. فمرة أخرى أتمنى حظ سعيد كما قلت للجميع، ومبروك للجميع المغاربة قاطبة بدون استثناء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.